أهلا بكم. تأتي الحرية في مقدمة القيم الإنسانية في عصرنا، وتأتي الليبرالية في مقدمة المصطلحات المعبرة عن الحريات، حتى صار الكلام عن الحريات مقترنا طوال الوقت بالكلام عن الليبرالية. يتحدث عنها السياسيون والاقتصاديون، الفلاسفة، علماء الاجتماع، الإعلاميون، الحقوقيون، وحتى أكثر الأنظمة قمعا واستبدادا تحاول أن تخفي سياساتها تحت لافتات ليبرالية. فما الليبرالية؟ ما مفهومها؟ مدارسها؟ أنواعها؟ تاريخها؟ قصة نشأتها وصعودها؟ وهل هي فكرة سياسية تقترن بالديمقراطية والعلمانية والدولة العلمانية؟ أم أنها منظومة فكرية قيمية أخلاقية واجتماعية واقتصادية قبل أن تكون سياسية؟ هل هي فكرة غربية أوروبية تعبر عن المجتمع الذي أنتجها؟ أم أنها فكرة كونية عابرة للزمان والمكان؟ وهل ثمة ليبرالية عربية أو مستعربة، إسلامية أو متأسلمة؟ أم أن الليبرالية وبلادنا لا يلتقيان إلا في أحلام النشطاء والمثقفين والنخب؟ أسئلة كثيرة في هذه الحلقة نحاول أن نجيب. نشاهد هذا التقرير ويبدأ الحوار. ظهر مصطلح الليبرالية لأول مرة في إنجلترا في القرن 18، وهو من الأصل اللاتيني ليبراليس، ويعني الشخص الكريم النبيل الحر. كانت الإرهاصات الأولى للليبرالية في أواخر القرن 15 وبدايات 16، كتابات الإيطالي ميكيافيلي والإنجليزي توماس مور. وكب ذلك ثورة على سلطة المؤسسات الدينية جاءت مع عصر النهضة وعصر الإصلاح الديني في القرنين 14 و15، وازدهرت في القرن 17 مع التقدم العلمي والإيمان بالإنسان وعقله واستقلاله وإمكانية استغنائه عن الوصاية المفروضة عليه، ما مهد الطريق أمام الحريات وظهور الليبرالية. يعد جون لوك أحد أهم الآباء المؤسسين للليبرالية، وهو صاحب الشعار الحياة، الحرية، الملكية. تأثر لوك بفكرة القوانين الطبيعية والتي سادت في القرن 18، ومفادها أن ثمة قوانين طبيعية تحكم حياة البشر وتجمعاتهم وأنشطتهم، وتنظمها بصورة تلقائية، ويمكن لأي فرد أن يكتشفها باستبطان ذاته، ليجد نفسه في تصرفاته وعلاقاته وتعاملاته الاجتماعية محكوماً بقوانين طبيعية، مثل قانون المحافظة على الذات وقانون التعاون مع الآخرين. جاءت فكرة القوانين الطبيعية لتمثل الأساس الاقتصادي للليبرالية، فيما كان العقد الاجتماعي هو الأساس السياسي لها. يرى جون لوك أن الملكية حق من أهم الحقوق الطبيعية، وتأمينها واجب على الدولة، والأصل في الملكية هي ملكية الإنسان لشخصه ومن ثم لنتائج أعماله. تتجاوز الملكية الفرد إلى موارد الإنتاج، ويرى لوك أن تفاوت الملكيات في المجتمع يرجع إلى تفاوت قدرات الأفراد، جهدهم وملكاتهم وإمكاناتهم وذكائهم ومواهبهم. كما يرى أنه لا خوف من الملكية مهما تضخمت، فهي محكومة بقوانين طبيعية وحدود تلقائية ومعقولة، أبسطها أن قدرة الفرد على العمل محدودة. ومن هنا يرى لوك ضرورة تدخل الدولة لتأمين حدود التفاوت في الملكيات، بحيث تضمن ألا يجور شخص على آخر فيمتلك ما لا يرجع إلى جهده. في القرن 18 ظهرت جماعة من الاقتصاديين الفرنسيين عرفوا باسم الفيزوقراطيين، أي أنصار الحكومة الطبيعية، وكان منهم فينسنت دي جورناي صاحب الشعار الليبرالي الشهير دعه يعمل، دعه يمر، إن العالم يسير من تلقاء نفسه. انحاز الفيزوقراطيون بقوة لفكرة القوانين الطبيعية، فكما أن للطبيعة قوانينها التي تحكمها، فللمجتمع أيضاً قوانينه، وأبرزها قانون المنفعة الخاصة التي تجعل كل فرد يسعى لتحقيق مصلحته الخاصة، وقانون المنافسة الحرة، ومؤداه أن كل فرد مجبول على منافسة الآخرين ومحاولة التفوق عليهم. يضمن قانون المنفعة الصالحة الخاصة فيما يضمن قانون المنافسة الصالحة العام. مع مطلع القرن 19 وحتى القرن 20، شهدت إنجلترا صعود الاقتصاديين الكلاسيكيين، ومنهم ديفيد ريكاردو
وجيري بنتام ومالتوس وساي في القرن التاسع عشر، وألفريد ميرشيل وتشارلز جيد وتشارلز ليست في القرن العشرين. وأهمهم على الإطلاق كان آدم سميث، مؤلف كتاب ثروة الأمم، وفيه قدم أصول الاقتصاد الليبرالي الحديث على الصعيد السياسي. ساهمت نتائج ونجاحات الثورة الفرنسية على انتشار الأفكار الليبرالية. ظهرت حركات ليبرالية منظمة في أوروبا، وخاضت معاركها ضد الأنظمة المحافظة، وناضلت من أجل حقوق المواطنين في الإدارة وسن القوانين عبر المؤسسات التمثيلية وإقرار دساتير تقيد من سلطة الحكام. ساهمت الثورة الفرنسية في تحويل مبادئ الليبرالية إلى تشريعات وقوانين، وضمنتها إعلان حقوق الإنسان والمواطن في 26 من أغسطس آب عام 1789، والذي نص على المساواة بين الناس، وأكد على الحقوق الطبيعية للإنسان، ونادى بمبدأ سيادة الأمة وفصل السلطات، كما صيغت هذه المبادئ في الدستور الفرنسي لعام 1991. أهلا بكم مرة أخرى. ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور منير الكشو، أستاذ الفلسفة السياسية والأخلاقية الحديثة والمعاصرة في معهد الدوحة للدراسات العليا، وله العديد من المؤلفات، منها مؤلفان عن جون رولز باللغة الفرنسية، وله العديد من الترجمات، منها مدخل الفلسفة السياسية المعاصرة لويل كيمليكا، وكتاب أخذ الحقوق على محمل الجد لرونالد دوركايم. مرحبا بك دكتور منير. دكتور، نريد أن نتوسع في سؤال مفهوم الليبرالية والفروق الدقيقة بين الليبرالية الكلاسيكية والليبرالية الجديدة، سواء في السياسة أو في الاجتماع أو في الاقتصاد، خصوصا وأن هذه المفاهيم قد تعرضت في الخطاب السياسي والفكري العربي إلى خلط وجدل كبيرين. تفضل دكتور. في الحقيقة عندما نتحدث عن مفاهيم في العلوم السياسية أو مفاهيم في العلوم الاقتصادية أو مفاهيم في الفلسفة السياسية، يجب أن نأخذ ذلك لا على شكلة فكرة المفهوم في العلوم الصحيحة مثلا، يعني هذا ما يسمى بالعلوم الصحيحة أو ما يسمى بالعلوم الصلبة أو غيره. فالمفهوم مفهوم الحركة أو مفهوم الجاذبية أو مفهوم الجسم أو الذرة، هذه مفاهيم يتفق حولها العلماء وهناك إجماع حولها في مستوى التعريف، في مستوى ما يعينه المفهوم على مستوى الواقع. عندما ننتقل إلى مجال العلوم السياسية وإلى مجال العلوم الاقتصادية أو إلى مجال الفلسفة السياسية، المصطلحات أو المفاهيم كثيرا ما تكون موضوع خلافات وموضوع تعريفات مختلفة ومتعددة. للعودة إلى فكرة الليبرالية ومفهوم الليبرالية، في الحقيقة هناك مقاربات وهناك تصورات مختلفة للليبرالية، وسنقف أو نحاول أن نقف على ما هو مشترك بينها عموما. بالنسبة للسؤال حول مفهوم الليبرالية، يجب أن ننتبه إلى أن كلمة ليبرالية تستخدم في أحيان كثيرة لتوصيف أشياء مختلفة أو مستويات مختلفة. وأعطيك مثال على ذلك. هناك من المفكرين أو الفلاسفة أو حتى في النقاش السياسي في أحيان كثيرة نتحدث عن المجتمعات فنقول أنها مجتمعات ليبرالية، فهؤلاء يعيشون في مجتمع ليبرالي. نتحدث عن الدولة فنقول الدولة الليبرالية باختلافها على أشكال أخرى من الدولة. نتحدث أيضا عن الديمقراطية الليبرالية، هذا أيضا متواتر في النقاش السياسي والحديث السياسي وفي الصحف والمجلات آخره، سواء كانت مختصة أو موجهة للجمهور العريض، نتحدث عن الديمقراطية الليبرالية. لذلك أعتقد أنه لابد من أن نأخذ بعين الاعتبار هذا. ثم كلمة ليبرالية أيضا تستخدم أيضا لتحديد أو لتعيين نظرية سياسية، فلسفة سياسية، اتجاه سياسي، مثل ما نتحدث عن الليبرالية كنظرية أخلاقية أيضا. نعم. هذا إذن قبل أعتقد أن تمييزات مهمة، يعني هناك من يرى بعين الاعتبار.
هناك يعني من يرى بأن المفهوم مفهوم زئبقي يتفلت من التحديد ومفهوم غارق في الالتباس. ما ذكرته حضرتك ألا ترى بأنه يؤكد هذا الانطباع؟ يؤكد، ولكن ليس بمعنى أنه سائل أو زئبقي إلى حد أنه يستحيل فيه التحديد أو الضبط. نعطيك مثال على هذا. عندما نقول المجتمع الليبرالي، مثال على ذلك الفيلسوف الأمريكي المعاصر الذي توفي سنة 2002 جون روكس، يتحدث عن المجتمع الليبرالي. فنتحدث عن المجتمع الليبرالي، يقول المجتمع الليبرالي هو المجتمع الذي يكون فيه الفرد مصدر للصلاحية على الصعيد الأخلاقي، فهو يقرر ويعرف ما هو خير وما هو شر ويتحمل مسؤوليته في اختياراته. وهو المجتمع الذي عندما يغير فيه الفرد قناعته أو رأيه أو أنه ينفصل على رأي الجماعة التي ينتمي إليها أو رأي الجماعة الغالبة، فهو لا يساءل في ذلك ولا يحرم من أي حق من حقوقه. إذن فالمجتمع الليبرالي هنا هو مجتمع الأفراد الذين يحددون أنفسهم على أنها كيانات مستقلة بذاتها. عندما ننظر مثلا في فيلسوف وعالم أنثروبولوجيا فرنسي مثل لوي دومون، في كتاب الإنسان المساوي أومو إيكواليوس، يحدد فيها يميز ما بين المجتمعات التي نسميها مجتمعات كلانية أو شمولية هوليستيك والمجتمعات الفردانية individualist. إذن المجتمعات الفردانية هي التي يكون فيها الفرد كيان مستقل بذاته. المجتمعات الشمولية أو الكلانية هو أنه لا وجود للفرد إلا كعضو داخل جماعة، داخل قبيلة، داخل مجتمع كبير، داخل جماعة مندمجة منسجمة، وهو بمثابة العضو داخلها، عنصر من هذا الكل. نعم. إذن المجتمعات التي يسميها مجتمعات حديثة وتقريبا المجتمعات الليبرالية التي تعترف للفرد بحقه في الحرية فيما يتعلق بمجاله الخاص، وهي المجتمعات التي تنظم أيضا العلاقات بين الأفراد في اختيارهم لتصوراتهم للخير، للسعادة، للمصلحة وحقهم في تحقيق مصالحهم وإشباع مصالحهم، تضبط ذلك بإطار قوانين تضمن حقوق كل الأطراف وتمنع من أن يتصادم الأفراد عندما يلتقون أو نعم. عندما تتضارب مصالح بينهم. طيب. إذن هذا صورة عن المجتمع الذي نسميه مجتمع ليبرالي. أن نحدث عن الديمقراطية الليبرالية، فنحن نعني بذلك ديمقراطية قائمة على دستور يضمن الحقوق الفردية والحقوق الأساسية للفرد، ويجعل هذه الحقوق فوق التغيرات السياسية، أي فوق تغير الحكومات وتغير البرلمانات والانتخابات وغيرها، ولذلك يسحبها ويجعلها مقتضى دستوري فوق الأحزاب السياسية، ولذلك لا يتغير بتغير الأغلبيات داخل البرلمانات وغيرها. هذه هي الديمقراطية التمثيلية الدستورية الليبرالية التي توصف اليوم بأنها ديمقراطية ليبرالية، وهي تتعارض مع أشكال أخرى من الديمقراطية، كما نقول ديمقراطية الجمهورانية أو الجمهورية الريبليكانيزم، أو تتعارض مع الديمقراطية المباشرة، وهي نوع متميز وهي الآن موضوع نظر. نعم. كما تفضل دكتور، هناك جانب سياسي معروف في الليبرالية، لكن يعني السؤال، هل الجانب السياسي هو جانب أصيل في الليبرالية تاريخي ارتبطت السياسة أو الليبرالية السياسية في ظهور مصطلح الليبرالية، أم أن الليبرالية السياسية طارئة على الليبرالية عند نشأتها في البدايات؟ قبل كل شيء هو لابد أن نأخذ بعين الاعتبار على أن الديمقراطية الليبرالية السياسية هي في الحقيقة كانت سابقة على الليبرالية بمعناها الاقتصادي أو الليبرالية الاقتصادية. بأي معنى؟ بمعنى أنه عندما وقعت تسوية الحروب الدينية التي اجتاحت أوروبا في القرن السابع عشر، ونعرف أن كان لم يكن ممكن ذلك إلا من خلال هذه المعاهدة الكبيرة، معاهدة وستفاليا 1648، وبمقتضاها إذن تأسست أو تشكلت الدولة الحديثة، واعترف فيما بعد بصفة متطورة وتدريجية
بحقوق الفردية وبالفصل ما بين المجال العام والخاص وبحق الفرد في أن يكون سيد ذاته في مستوى معتقداته وأفكاره وتصوراته. ومن هنا تبلورت أيضا جملة من النظريات من نظريات العقد الاجتماعي وغيرها، هذه التي تؤسس على عقد متواصل حيث لا تكون العلاقات بين المختلفين دينيا أو المختلفين عقائديا فقط قائمة على التسامح، وإنما قائمة أيضا على الحقوق وأساسها حرية المعتقد، حرية الضمير، وهذه إذن أساسية. إذن فهذه التطورات أتت فيما بعد هي نتيجة لتبلور هذه الرؤية للليبرالية السياسية التي تؤسس دولة تحترم حقوق المواطنين وأنها لا ترغمهم على رؤية أو تصور ما بالخير، وإنما تكون ذلك في حدود ما يسمح به التعايش وما يسمح به استمرارية الرباط أو الرابطة الاجتماعية إلى آخره. إذن لهذا فالليبرالية السياسية هي سابقة للليبرالية الاقتصادية، لكن ما حصل هو أنه أن نقر للفرد بحقه في أن يكون مستقلا بذاته وأن يكون حاكما لنفسه هو أن نعترف له بحقه أيضا في أن يختار بحرية المهنة التي يريد أن يتعاهدها، النشاط الاقتصادي التي يتعاهدها. ولذلك إذن فلا بد أن يقترن هذا بحرية على الصعيد الاقتصادي، حرية المبادرة الاقتصادية، وكذلك أيضا حرية الملكية وخاصة حق الملكية وضمان حق الملكية. هذا نلاحظ أنه هذا يحتل أهمية كبيرة لدى الفيلسوف جون لوك، فيلسوف القرن السابع عشر. ونرى فيما بعد أن أدم سميث الذي كان في البداية هو أستاذ فلسفة الأخلاق تدرج وانتقل تدريجيا إلى الاهتمام بالاقتصاد باعتباره أساس الضمان لهذه الاستقلال، أن ينظر في الحركة التي يولدها الاقتصاد من خلال تحقيق الرغبات وفضل المنافسة الاقتصادية بأنها تمكن من تحسين جودة المنتج ومن ذلك أخرى تعديله لجعله يتوافق مع القدرة الشرائية، ومن جهة أخرى أيضا فتح سوق العمل مما يجعل أن المنافسة حول الوظائف التي تدر أكثر أموال يجعل الأجور ترتفع فيها، في حين أن هذا إذن يولد طلب كثير عليها، وهذا ما يجعل الناس يتوجهون إليها إلى أن يزيد العدد العرض للعمل نسبة العرض للعمل، ويؤدي إذن إلى توازن فيما بعد على مستوى الأجور إلى آخره. طيب إذن الليبرالية الاقتصادية هي نتيجة التطور للفكرة الليبرالية التي هي سياسية وأخلاقية. إذن دكتور، هل يمكن التمييز بين الليبرالية السياسية والليبرالية الشاملة أو بقية الليبراليات، أم أن النظريات الليبرالية أنظمة فلسفية كاملة ونظرية كاملة في الأخلاق والحق والقيمة والخير والسياسة؟ يعني بتعبير آخر، هل يمكن تجريد نظرية سياسية بحتة من الليبرالية، أم أنها منظومة متكاملة لا يسعنا الاجتزاء منها، فإما أن تكون ليبراليا كاملا أو لا تكون؟ طيب، هنا المجهود الذي قام به الفيلسوف الأمريكي جون روز هو أن يجعل الليبرالية السياسية موضوع لتوافق واسع يسميه توافق تراكبي أو توافق عن طريق التراكب، يعني هذا أنه عن طريق التداخل، يعني هذا الالتقاء بين الجميع داخل المجتمع اللي هو له هذه المواصفات، مجتمع ليبرالي ويحترم حرية الفرد ويحترم أيضا ويضمن الحقوق، حقوق الأفراد. في هذا المجتمع يمكن أن تكون الليبرالية السياسية موضع توافق بين اتجاهات أو فلسفات مختلفة، وهذه الفلسفات لا تكون بالضرورة فلسفة ليبرالية في جوهرها. مثال على ذلك أنه المعنيون بهذا الوفاق أو التوافق overlapping consensus هم يمكن أن يكونوا ينتمون إلى فلسفة تؤكد ومحورها الأساسي هو استقلالية الفرد وحكم الفرد لذاته مثل كانت الكانتية، ويمكن أن يتفق حولها النفعيون أو التابعون الاتجاه المنفعي، ويمكن أن يقبل بها فلاسفة ذوي اتجاه ديني
متأثر بالفكر المسيحي مثل مثلا جاك ماريتان الفرنسي، والذي يقبل بمبدأ الحرية الفردية. ولكن الاختلاف أين؟ الاختلاف هو في أن الفكر المسيحي الطوموي، ونعرف بين قوسين لعلمك أن فلاسفة متأثرين بتوما الإكويني مثل جاك ماريتان الفرنسي قاموا بدور كبير في المجمع الكنسي فاتيكان الثاني، هذا الذي انعقد من 1963 إلى 1965، والذي أعلنت فيه الكنيسة المسيحية احترامها واعتناقها وتبنيها لحقوق الإنسان، مثل ما وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واعترافها أولاً بحرية الضمير وحرية المعتقد. ونعرف أنها أيضاً اعترفت أيضاً بالأخطاء التي ارتكبت الكنيسة الكاثوليكية في حق العلماء، وخاصة المحاكمات، خاصة المحاكمات التي وقعت العلماء مثل جاليلي مثلاً وغيره، وأكدت احترامها للمعرفة العلمية واحترامها للعقلانية العلمية إلى آخره. وبذلك إذن زال هذا التوتر والصدام ما بين الدين والفلسفة عموما، أو ما بين الدين والفلسفة الليبرالية عموما. إذن هؤلاء الفلاسفة لا يؤمنون بالحرية الفردية وحقوق الإنسان انطلاقا من مرجعية علمانية مثل المرجعية الكانتية أو مرجعية الفلسفية لجون ستيوارت ميل أو غيرهم من الفلاسفة، وإنما يقبلون بحقوق الإنسان وبمبدأ الحرية وبمبدأ المبادئ العدالة انطلاقا من خلفيتهم التي هي خلفية دينية مسيحية وكاثوليكية. ولهذا نجد أن في حين أن هناك اتفاق حول مبادئ العدالة أو اتفاق حول الحقوق وخاصة حرية الضمير، المسيحي أو المتدين يعتبر لأن ذلك شيء أوصى به الدين، المسلم يمكن أن يعتبر أن لأن في الإسلام هناك احترام لحرية المعتقد، وهناك آيات وهناك أحاديث تؤكد على ذلك، في حين أن الذي ينتمي إلى فلسفة علمانية مثل المتبني لمذهب ستيوارت ميل، يعني أخذت أمثلة تبدو موجزة وأبسط، يؤمن بهذا لأنه بالنسبة لي هناك قدسية الفرد، وهناك اعتبار بأن الفرد كيان مستقل بذاته وله الحرية المطلقة. الكانتيون يعني يعتبرون أن الفرد كيان مستقل بذاته ويدافعون عن مبدأ الاستقلالية الذاتية. إذن في حين أن هناك اتفاق في الليبرالية السياسية، هناك اختلاف على مستوى التسويغ لهذه الأفكار وهذه المبادئ. لهذا فكل يتجه إلى جماعته ويخاطبهم بالحجج انطلاقا من مرجعيته هو. طيب هل هذا مقبول الدينية أو الفلسفية؟ هل هذا مقبول ليبراليا أن يكون اتفاق على الليبرالية السياسية بينما اختلاف على المرجعيات؟ وهذا يقودنا إلى سؤال، يعني هل بشكل مباشر هل نستطيع أن نقول بأن هناك ليبرالي غير ديمقراطي، أو هناك ديمقراطي ليس ليبراليا؟ هل يمكن أن يكون ذلك؟ سؤال جيد جدا، سأعود إليه، لكن قبل ذلك اسمح لي بأن أجيبك على الجزء الأول من سؤالك. هذه هي محاولة جون روبز، وهذه إذن ما ضمنها خاصة في كتابه الثاني الذي صدر سنة 1993 وعنوانه الليبرالية السياسية. طيب هل يمكن أن تكون هناك إجماع وقبول بالليبرالية السياسية دون القبول دون أن يكون هناك مرجعية واحدة لذلك؟ إذن بطبيعة الحال كتاب جون رولز وموقف جون رولز أثار جدلا وخلافا كبيرا بين القراء وبين الشراح وبين الفلاسفة، وهذا الفصل الذي يقيمه بين شروط قبول فكرة الليبرالية وشروط تسويغها، يعني يفترض أنني يمكن أن أكون ليبراليا سياسيا ولا أكون ليبراليا على مستوى الفلسفي وعلى مستوى الفكري. وهذا إذن هو موضوع نقاش وجدل لن نطيل فيه كثيرا، ولكن أذكر مثلا هنا من الفلاسفة إذا نقد رولز جين هامبتون تشارلز تايلور، والذين قالوا أنه لا يمكن أن تكون
نظرية سياسية مستقلة عن الخلفية الميتافيزيقية أو الخلفية الفلسفية. طيب، حول الليبرالية والديمقراطية. الليبرالية من المفروض أن تتجه نحو الديمقراطية، ولكن المشكل يكمن في التالي. الديمقراطية إذا عرفناها بأنها حكم الشعب، وبأن الديمقراطية تعني استفتاء الشعب، والشعب يختار من سيختار مكانه السياسات التي ستطبقها الدولة. هذا عموما تعريف الديمقراطية. هذا التعريف كان يخيف فلاسفة في أواخر القرن الثامن، بداية القرن التاسع عشر، وكان هناك خوف من الانحراف إلى حكم غوغاء يقوض الحقوق الأساسية للفرد. ونذكر هنا بالأساس الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت، الذي كان رافضاً لهذا للديمقراطية، ويعتبر أن الديمقراطية تعني استبدال العدد وحكم العدد، وأن هذا إذن فيه خطر على الحقوق. لذلك كانت في كتاب مشروع سلام دائم قدم كبديل على ذلك ما يسميه هو فكرة الجمهورية، وتعني بذلك بالنسبة له مشاركة الناس في الشأن العام، وتعني أيضا بالنسبة له أيضا حكم القانون الذي يجب أن يكون فوق الإرادة العامة. إذن لهذا ما تريده الليبرالية هو أن تكون الإرادة العامة، الإرادة الشعبية أو التفويض الشعبي، خاضع إلى دستور يضمن الحقوق ويضمن الحريات، وبهذا فإن الليبرالية تجعل دولة القانون فوق الديمقراطية. وهذا إذن يميز الليبرالية عن الديمقراطية الليبرالية، هذا يميزها عن أشكال أخرى من الليبرالية. نعم. التي يمكن أن نجد التي تعلي من شأن الإرادة الشعبية. أعطيك مثال على ذلك، في كثير من البلدان هناك عودة متواصلة إلى الشعب في الاستفتاء، والمثال على ذلك هو سويسرا، حيث أن هناك شكل من الديمقراطية المباشرة. هناك نقاش داخل الليبراليين، وأكثر الليبراليين هم ضد فكرة الاستفتاء لاعتبارات متعددة، لأنك عندما تستفتي أشخاص وتستفتي الشعب في قضية ما، يجيبك في حدود هذه القضية وفق ما يؤمن في تلك اللحظة، لكن بعد ذلك يمكن أن يتراجع عن هذا. وهذا ما حصل مثلا بالنسبة للبريكسيت في نعم. في إنجلترا. إذن لهذا قضية أن نجعل الحقوق وأن نجعل القانون فوق إرادة الشعب هو الضمان والتحسين للحرية الفردية. وهنا نعود إلى جدلية أخرى دكتور، يعني إذا تسمح لي نعود إلى جدلية أخرى، أن نجعل الحقوق والحريات فوق فوق الدستور أيضا، الحقوق والحريات وفق أي مرجعية؟ يعني هنا أيضا يثور ذات الجدل، لكن اسمح لي يعني نكمل هذا المحور بعد هذا الفاصل، فاصل قصير ثم نعود لنواصل هذا الحوار. أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن مفهوم الليبرالية، وضيفنا في هذه الحلقة الدكتور منير الكشو الباحث والأكاديمي التونسي. دكتور منير، كنا نتحدث قبل الفاصل عن الجانب السياسي في الليبرالية ومرجعية الحقوق والحريات ومرجعية القانون في السياق الليبرالي، وهل تؤثر المرجعية إذا كانت مثلا مرجعية دينية على فكرة ليبرالية النظام السياسي؟ نعم، في حول سؤالك المتعلق بما هي، إذن قلت أن الليبرالية تضع الحقوق فوق الدستور، وما هي مرجعية هذه الحقوق وحقوق الإنسان وغيره. أعتقد أن الأمر الآن أصبح أكثر وضوحاً ما كان عليه في المقام. ما أعني بهذا؟ أنه عندما في القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر كان هناك دائماً بحث على مرجعية تكون فوق القوانين القائمة، وهذه المرجعية بطبيعة الحال الطبيعة البشرية والطبيعة الإنسانية والحقوق الطبيعية للفرد إلى آخره.
ولا نقول أن أساسها هو الأديان ولا الدين، لأن الدين موضوع خلاف وموضوع فهم وتأويلات مختلفة، رغم أن مثل ما أوضح أعتقد هيجل في هذا المجال أن مسألة الحرية الذاتية والحرية الفردية هي متأصلة في الدين المسيحي. وبنفس الشيء يمكن أن نقول أيضا وفق العديد من القراءات متأصلة أيضا بكل الأديان وخاصة الدين الإسلامي. طيب الآن أصبح لدينا مرجعية، مهما كانت انتماءاتنا الدينية أو انتماءاتنا السياسية أو اختلافاتنا الفكرية، هي مرجعية عالمية نتفق حولها، هي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هي العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. الآن عندما نتحدث عن الحقوق في الدساتير وفي الدستور الحديث، ونعتقد في هذا الدستور التونسي 2014 مثال جيد على ذلك. إذن هذه الحقوق، هذه الإعلان العالمي والعهدين الدوليين أمضت عليها دول عديدة، وأكثر الدول في العالم ممضية على هذه هذا الإعلان، تبنى هذا الإعلان وهذه المعاهدات، وكذلك إذن ما ترتب عنها من العديد من الاتفاقيات والقرارات إلى آخره. طيب الآن بقي تكييفها على مستوى الدستور، يعني أن ما حصل هو أن الدستور التونسي مثلا أكد في ديباجته 2014 على أن تونس تنتمي أو تتبنى حقوق الإنسان بمفهومها الكوني، وهذا إذن يجعل الدولة التونسية ملزمة أمام العالم باحترام حقوق الإنسان. هذا ما معنى ما هي المرجعية لهذه الحقوق. بقي أنني كمسلم أجدها متوافقة مع مرجعيتي والدينية والإسلامية، المسيح يجدها متوافقة مع مرجعيته المسيحية البروتستانتية أو الكاثوليكية، العلماني يجدها متوافقة مع نوع الفلسفة التي يتبناها وينتمي إليها، وهذا ما معنى أن تكون المرجعية مشتركة واحدة، وفي حين أن سبل التعليل أو التسويغ أو الحجاج من أجلها تختلف وفقاً لاختلاف هذا المرجعيات الفكرية والفلسفية. هذا يقودنا إلى الحديث عن العلمانية، وكثير ما تأتي العلمانية والليبرالية في ذات السياق. هل العلمانية شرط للليبرالية السياسية أم لا؟ والله في واقع الأمر هو سؤال أيضاً متشعب وعويز، أسئلتك ليست سهلة في هذا اليوم. قبل كل شيء يجب أن نأخذ بالاعتبار الأمر التالي، هو أن العلمانية ذاتها هي موضوع نقاش وموضوع جدل. ومثال على ذلك في فرنسا لا تجد في السجال الفكري والسياسي استخدام لكلمة علمانية بمعنى سيكولاريزم، وإنما الكلمة المتواترة هي كلمة لائكية، وفي كثير الأحيان في الترجمات العربية نترجمه لائكية بعلمانية، ولكن في الحقيقة اللائكية ليست بالضرورة هي العلمانية. اللائكية تعني كما قال كثير من الدراسات هو أن الدولة تريد أن تفرض وجهة تكون تفصل ما بين الدين والدولة والدين والسياسة. هناك مجتمعات، هناك بلدان اللي هي ديمقراطية متقدمة ودولة قانون، ولكن ليس فيها فصل ما بين الدين والدولة. مثال على ذلك بريطانيا، إنجلترا على الأقل، حيث أن الرئيس أو أن الملكة هي رئيسة الكنيسة الأنجليكانية. نجد أيضا أن في اسكتلندا الكنيسة المشيخية بريسبيتريان لها هي الديانة أو هي الكنيسة الرسمية للدولة. لو ننظر في فنلندا، ننظر في النرويج، ننظر في أيضا السويد إلى حدود 2012، ليس هناك فصل ما بين الدين والدولة، وإنما هناك ديانة رسمية. في النرويج الكنيسة اللوثرية تحتل مكانة هامة وأساسية. ما يفعل هذه الدول دول ديمقراطية ويجعلها دول حديثة ومتقدمة هو أنها تضمن حرية الضمير في دساتيرها وفي قوانينها، ولذلك يمكن أن تكون
هناك الليبرالية تحترم الحرية وخاصة حرية الضمير من دون أن يكون هناك بالضرورة فصل ما بين الديني والدولة، وهذا ما يرفضه النموذج الفرنسي. نقطة أخرى بالنسبة للعلمانية تعريفها أوسع من هذا، يعني هذا أنك عندما تجد ضمان لحرية المعتقد والضمير، وأن الشخص عندما يغير دينه أو يدخل دينا آخر لن يحاسب ولن يعاقب، فهذا يعني أن المجال السياسي أو المجال العام منفصل على الانتماءات الدينية، ولذلك فإن الانتماءات الدينية يحاسب عليها المنتمون لدين ما إن كانت ممارستهم لعقيدتهم سليمة وصحيحة ولا، وهذا يعود بالنظر إلى أهل الذكر في هذا الدين. أما على الصعيد السياسي فهذا إذن لا ينتج عنه محاسبة أو غيره. نعم. بالنسبة للليبرالية، الليبرالية لا تعني بالضرورة العلمانية، وهذا ما أردت أن أبينه وهذا ما حاولت أن أبينه. نعم. إذا تسمح لي تفضل. نعم. مقال صدر في مجلة البيت عدد 13 حول الليبرالية والمشكل اللاهوتي السياسي، حاولت أن أبين فيه أن هناك ليبراليين لا يتبنون العلمانية بالضرورة، مثال على ذلك جون روبز، وبالعكس هو يقول ينتقد النموذج الفرنسي ويقول أنهم يريدون أن يفرضوا فلسفة متكاملة على المجتمع بأسره، يعني في حين أنه يؤكد على ضرورة احترام حرية الضمير واحترام حرية المعتقد في دولة يحكمها دستور عادل. يعني حتى على الجانب التشريعي في النظام السياسي عندما يتم النقاش حول تشريعات معينة من ناحية دينية أو يكون نقاش من ذو مرجعية دينية، هل يتنافى ذلك مع الليبرالية؟ يبدو أنه علمانيا يعني الدين محايد تماما في مسألة التشريعات، لكن ليبراليا يعني هنا أستحضر فقط مقولة لتوماس هوبز يقول إن الكتاب المقدس لا يصبح قانونا إلا إذا جعلته السلطة المدنية الشرعية كذلك، بمعنى أن هناك سلطة مدنية ثم يتم نقاش الكتاب المقدس أو تشريعات مستمدة من الكتاب المقدس، أو يعني في الحالة العربية والإسلامية نقول من القرآن الكريم. هل هذا يتنافى مع الليبرالية؟ هو لا يتنافى مع الليبرالية بشرط أن نحترم الحقوق الأساسية للفرد، وعلى أساس أولها حرية المعتقد وحرية الضمير وحقوقه الأخرى، كل حرية الرأي والتعبير وحرية الحق في الملكية إلى آخره، وأن يضمن ذلك بالقانون ومن خلال دولة تحترم استقلال القضاء وسلطة دولة القانون. نعم. بقي أنه كيف نستطيع أن نكيف ذلك وأن نفهمه من خلال مرجعياتنا الدينية؟ فهناك اجتهادات متعددة في كل الديانات، وتحديدا هنا بالنسبة للديانة الإسلامية، إذا هناك قراءات تبين على أنه ليس هناك تضارب بين مرجعية حقوق الإنسان بشموليتها بمعناها الكامل كما وردت في الدستور التونسي في ديباجة الدستور التونسي، وأيضا الانتماء الديني أو الإسلام تحديدا. إذن في هذا المجال ليس هناك في رأيي تضارب ما بين الليبرالية والدين، وأشيد هنا بكتاب كروزمان مثلا ليبرال إسلام الذي ترجم إلى العربية وصدر في مدة سنتين أو مدة 4 سنوات، يقدم فيه النماذج من العديد من المفكرين الإسلاميين، كثير منهم نعرفهم بعضهم لا نعرفهم، من إيران من باكستان وغيره، حيث أن هناك اجتهادات لتبني أو إدراج حقوق الإنسان في إطار المرجعية الإسلامية وليس من خارج. إذا أردنا أن نخرج من الحقل السياسي وندخل في الجانب الأخلاقي، يعني إذا أردنا أن نسأل عن كيف يمكننا فهم النظريات الليبرالية في الأخلاق والقيمة والحق والخير، وكيف يمكننا الاشتباك معها، هل هناك منظومة أخلاقية ليبرالية يمكن أن تسوق أو أن تطرح للناس؟ بطبيعة الحال هناك، عموما احنا عندما نتحدث عن النظريات الأخلاقية الكبرى في الفلسفة الأخلاقية المعاصرة الحديثة والمعاصرة، نحن نتحدث عن نظرية ليبرالية في الأخلاق، حتى عن نظرية سياسية
الليبرالية كنظرية سياسية. ولكن بطبيعة الحال أنا في رأيي ليس هناك مجال للفصل أو ليس هناك فصل ما بين الأخلاق والسياسة. صحيح أن هناك نظرة تستند إلى ماكيافيلي وغيرهم ولا تعتبرون أن السياسة هي فن الممكن وأن السياسة هي الغاية وحق تبرر الوسيلة وغيره. ولكن هناك فلاسفة انتقدوا بشدة هذا الرأي وهذا الموقف، وأعتقد أن النقد القوي والمتماسك النقد الماكيافيلي هو الذي يجده لدى إيمانويل كانت الفيلسوف الألماني للقرن 18 حينما يقول أن السياسة الحقة أو السياسة الصحيحة لا تستطيع أن تمضي خطوة إلى الأمام دون أن تقف تحية إجلال أو تجل الأخلاق. فالسياسة إذن هي تحقيق لانتماءات وتصورات أخلاقية وليست مناقضة لها. مع أن هناك من الباحثين من اعتبر النزعة الليبرالية السياسية تأسست على يد ماكيافيلي عندما فصل السياسي عن الأخلاقي. هو بالنسبة لهذا الاتجاه وهذا هذا الموقف، يعني هذا أنه نقول أن في الليبرالية الأشخاص لا يتابعون أو لهم الحق مطلق الحق أن يتابعوا تحقيق رغباتهم وأهدافهم سواء كان على الصعيد الاقتصادي الربح وغيره أو كان على الصعيد السياسي، يعني التطلع إلى السلطة وارتكاك السلطة واستحواذ عليها بكل الطرق والوسائل. هذا عموما ما نعني بذلك عندما نتحدث عن الليبرالية، نوع من الليبرالية موافق للماكيافيلية. ولكن لا ننسى أيضا أن كل أغلب النظريات الليبرالية تؤكد على أمر أساسي، أن الفرد لا يستطيع أن يحقق مصالحه، أن يحقق مآربه مهما كانت هذه المآرب سواء كانت سياسية سواء كانت اقتصادية سواء كانت مصالح شخصية أو غيرها، إلا في إطار جملة من الضوابط، وهذه الضوابط هي تشكل قوانين أو تشكل إطار للعيش المشترك. هذا إذن ما يجعل أن تحقيق المصلحة الشخصية أو المصلحة الذاتية يقترن دائما أو يرتبط دائما باحترام جملة من المعايير وجملة من الضوابط. بقدر ما أنا لي الحق أن أحقق مصالحي، بقدر ما الآخر له الحق أن يحقق مصالحه، ولذلك فإن تحقيقي لمصلحتي يقف عندما يبدأ حق الآخر في تحقيق مصلحته. إذا نقلنا هذا على الصعيد السياسي على المستوى السياسي، فيعني ذلك أن السياسة باعتبارها حيلة، باعتبارها دهاء، باعتبارها كما يقولوا داعي المصلحة العليا، المصلحة العليا للدولة فوق كل اعتبار، هذا إذن يعود إلى فترة زمنية أعتقد أننا تجاوزناها أو خرجنا منها بشيوع وانتشار الديمقراطية أو فكرة الديمقراطية كنمط من الحكم يقوم على المشاركة وعلى المواطنة وعلى التداول على السلطة وغيرها. إذن فإذا كنت أرشح نفسي لمنصب ما وأفتي الناس وأطلب الناس أن ينتخبوني في هذا المنصب، لا يمكن أن أقول لا يمكن أن تكون سمعتي ملوثة بالتحيل، الكذب، استعمال الآخرين كوسيلة وليس كغاية، أنني سأمارس فيما بعد القوة والسلطة عليهم لأرغمهم وأقهرهم. لا يمكن يعني أن هنا يعني هنا الإشكالية دكتور ميشيل، هنا الإشكالية دكتور منير، عفوا دكتور منير، يعني هنا الإشكالية عندما تكون تطرح القضايا الأخلاقية في سياق الترشح للانتخابات. يعني أنت ذكرت المثال الترشح للانتخابات بمعنى أن أصبحت يعني كما يسميها كانت الأخلاق التعاقدية، يقول أن أفضل طريقة لتنظيم المجتمع هي عندما يحكم بواسطة مبادئ لا تفترض مسبقا أي تصورات للخير، بمعنى أن ليست هناك مرجعية أخلاقية، المرجعية مرتبطة بالمصلحة، بمدى علاقتي بالآخرين فقط، بأن كي ننظم هذه العلاقة وكأنها عقود بين شركات يعني وليس بين أفراد، ليست هناك أخلاق بذاتها مرجعية أخلاقية. يبدو أن ما قلته الآن هو في حاجة إلى تدقيق، لأنك أنت ذكرت كانت، حلت إلى كانت. طيب ما يقوله كانت هو أننا ما سيحدد القاعدة التي ستحكم أفعالنا لا يمكن أن تكون بحثنا على السعادة أو بحثنا على خيرنا الخاص أو بحثنا على تحقيق مصلحتنا،
القاعدة التي تحكم الفعل لكي تكون الفعل أخلاقيا يجب أن تكون قاعدة هي الواجب، ولذلك فإن الواجب الأخلاقي هو الذي يكون سابقا على الغايات المحددة للفعل. إذن هذا ما يسموها في النظريات الأخلاقية النظريات الديونتولوجية أو النظريات الواجبية أو النظريات الآدابية، يعني أن فكرة أن الواجب أو القاعدة هي المحددة للإرادة والمحددة للفعل وليست الغاية التي ترجى منه. إذا كنت أريد أن أحقق مصلحتي، أريد أن يقع انتخابي، أو أريد أن أكون شخصية سياسية لامعة وأن أكون رجل أعمال إلى آخره، وفي نفس الوقت لا ألتزم بالقاعدة هي قاعدة الإخلاص، الوفاء، الصدق، فإنني عند ذلك أكون في حقيقة الأمر قد دست على الأخلاق من أجل هذه الغايات أو المآرب التي أهدف إليها. وبالنسبة لكانت، عندما يقول كانت أن السياسة الصحيحة هي التي لا يمكن أن تتقدم خطوة دون أن تنحني إجلالا إلى الأخلاق، فهو يقصد هذا. إذن عند ذلك أريد أن أحقق هدفا سياسيا ما، هذا أمر مشروع، ولكن من ضمن هذه الأهداف التي أريد أن أحققها يجب أن أنظر في تلك التي تكون منسجمة مع الواجبات الأخلاقية وتلك التي لا تكون منسجمة مع هذه الواجبات الأخلاقية، وهذه أزيحها أتركها جانبا. هذا ما معنى أهمية الأخلاق كمرجعية مشتركة في الديمقراطية، وهذه الأخلاق يجب أن تكون أخلاق مدنية يحتكم إليها الجميع، ولا أن تكون حتى ولو كانت لها أصول داخل دين ما، ونحن بالنسبة لنا الإسلام هو مرجعيتنا الأخلاقية أيضا، ولكنها في حقيقة الأمر لا تقدم نفسها على أنها خاصة بالمسلمين فقط، وإنما هي عامة وشاملة، وهذا ما نجده سواء كان مسيحيين أو مسلمين أو يهود أو بروتستان أو بوذيين أو لادينيين، كلهم يجتمعون حول هذه الأخلاق المدنية التي ترى أن الليبرالية حريصة على حمايتها وتسويغها تسويغا يقول متماسكا وقويا. من دون هذه ليس هناك شروط للتعايش ولا للعيش المشترك. طيب، يعني يرى بعض النقاد الليبرالية أن الخلل الجوهري للليبرالية خصوصا عند جون رولز هو نظريته المجردة بشكل غير معقول عن الذات المستقلة صاحبة الحرية الكاملة في الاختيار. يعني هو يفترض أنه من المنطقي أن نميز أنفسنا بقدرة خالصة على الاختيار، وأن هؤلاء المنتقين الخالصين قد يرفضون بعض أو كل ارتباطاتهم وقيمهم، ورغم ذلك يحتفظون بهويتهم. يعني السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو كيف نصبح يعني كائنات اجتماعية وأعضاء في ثقافات وتقاليد مختلفة، بينما نظل أيضا أصحاب اختيار مستقلون يستعملون حريتهم لبناء حياتهم الخاصة بهم دون أي اعتبارات أخرى. والله لو ننظر مثلا في الحالات التي في مجتمعات تعرف تعددية ثقافية مهمة وكبيرة، ومجتمعات تسمى مجتمعات تعددية ثقافية، لو ننظر محيل هنا مثلا إلى الأمثلة أو الحالات التي قدمت أمام المحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل أفراد ينتمون إلى جماعات مثل الهوتروت أو غيره أو اليهود الهازيديك أو الأميش أو غيرهم. هؤلاء أفراد كانوا يعيشون داخل الجماعات، هذه الجماعات ليس لها معنى أو ليس لها اعتراف بأن هناك أفراد هم استقلالية، يعيشون إذن هذه الجماعات في إطار نوع من المستعمرات، يعني نوع من الملكية المشتركة، ويتقاسمون كل شيء، و ليس هناك حتى ملكية للفرد خارج إطار هذه الجماعة التي ينتمي إليها. إذن قدمت لأن هؤلاء الأفراد أرادوا أن يغادروا جماعتهم وأرادوا أن يخطوا طريقهم بمفردهم بذواتهم، ولكن عندما سمح لهم بالمغادرة طلب منهم أو أن يغادروا دون أخذ أي شيء من ما كانوا يتمتعون به داخل الجماعة، وقدموا شكاوي في هذا الغرض.
ما أردت أن أقوله من هذا أنه داخل كل جماعة هناك دائما تجد أشخاص وأفراد يريدون الاستقلال بذواتهم، ولذلك القوانين والدساتير من الدستور الأمريكي يحترم هذا لصالح الشخص، وهذا ما يجعل أن الانتماء إلى جماعة لا يمكن أن يجرد الفرد من هويته الخاصة، من حقه في أن يختار نمط الحياة الذي يريد، أن ينظر حياته للأعمال أو الاقتصاد والربح، أن ينذر حياته للتزهد، أن ينذر حياته لخدمة العلم والمعرفة، الموسيقى، التدين، إذا له الحق في ذلك. دور المجتمع فقط هو أن يوفر لكل شخص، لكل الأفراد على حد السواء، على قدم المساواة، نفس الحظوظ ونفس الإمكانيات حتى يستطيعوا تحقيق تصوره لما هو الخير أو مثله الأعلى للحياة المثلى أو صورته للحياة المثلى. هذا إذن مجال الشخص حر فيه، ولذلك عندما نفهم العلاقة ما بين الفرد والجماعة يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن الانتماء إلى جماعة والمشتركات لا يمكن أن تفسخ أو تلغي تماما الهوية الفردية أو الهوية الشخصية. ودائما يبقى الجدل، ودائما يبقى الجدل الذي لا ينتهي عندما تكون هذه يعني الاختيارات الخاصة الذاتية الفردية المحترمة ليبراليا في خروجها للفضاء العام أو تأثيرها على النظام الاجتماعي. يعني هو في الأساس أصلا كلمة حتى النظام الاجتماعي هل هو أمر مقبول في الليبرالية الفردانية؟ هل هو أمر معتبر بمعنى يراعى يعتبر عندما يمارس الفرد حرياته الفردية الخاصة؟ هذا أمر معترف له به، ولا يمكن أن تكون ممارسته لحريته الخاصة خطر على النظام الاجتماعي أو خطر على النظام السياسي. بطبيعة الحال الليبرالية تميز ما بين التصورات العقلانية للخير أو التصورات المعقولة والمتعقلة للخير والتصورات اللا متعقلة أو اللا معقولة للخير. ما معنى ذلك؟ معنى هذا أنني إذا كنت مثلا متبني لمبدأ، ونجد هنا حتى فلسفة تبرر هذا، الأنانية الفردية أو الأنانية المطلقة، ليس هناك اعتبار إلا لمصلحتي وليس هناك اعتبار آخر. بطبيعة الحال نظرة مثل هذه هي مدمرة للحياة المجتمعية وللنظام الاجتماعي. ولكن الحل أعتقد أنه ارتأه كانت، وهو جيد في مقال بعنوان ما هو التنوير، بين فيه أنه إذا أخذنا بعين الاعتبار وجود الفضاء العام فإن كل الاتجاهات المتطرفة أو التصورات المتطرفة للخير ستنزع نحو الاقتراب من بعضها وسيحصل مجال مشترك ويكون هناك نوع من الاعتدال. طيب أنت تدافع على هذا الرأي، ليس هناك اعتبار إلا لمصلحتي ويستغل كل شيء من أجل مصلحتي، ويمكن أن أستعبد آخرين، يمكن أن أستغلهم، يمكن أن أنكل بهم من أجل مصلحتي. طيب تفضل قل هذا في الفضاء العام، اكتب هذا في الصحافة، قل هذا على رؤوس الملأ، أعلن هذا في المنتديات وغيرها. ماذا سيفعل؟ سيهجرك الجميع، سيبعد عنك كل الناس. ماذا تقول لنا حنا أرانت في كتابها الوضع البشري؟ تتحدث عن السلطة وتقول أن السلطة لا يمكن أن تقوم على الاستبداد وتقوم على ممارسة القهر والسيطرة على الآخرين. لماذا؟ لأن السلطة تفترض وتتطلب توافق وتتطلب قبول من الآخرين، فأنت لا تستطيع أن تكون تمارس سلطة على الآخرين إلا إذا كنت من بينهم ويقبلون بك، وتستطيع عند ذلك إقناعهم بتوجهاتك وبرؤيتك، وتستطيع أن تكون قائدا لهم إذا كنت قدوة ومثالا في الأخلاق يحتذى به ولذلك يقبلون بك. أما إذا اكتشفوا فيك أنك انتهازي، أنك تقول غير ما تفعل، أنك تقوم بممارسة المحاباة لأصدقائك فتبشرهم عليهم، وأنك تستغل السلطة للإثراء الشخصي، فعند ذلك تفقد مصداقيتك لديهم
وتفقد قبولهم بك ويخرجون عليك ويتمردون عليك. دكتور هذا إذن نعم. أمر لابد أن نأخذه بعين الاعتبار. دكتور منير الكشو، دكتور يعني للأسف لم ننتهي من المحاور كلها، وستكون لنا حلقة ثانية عن الليبرالية نكمل فيها بقية المحاور. دكتور منير الكشو، أستاذ الفلسفة السياسية والأخلاقية الحديثة والمعاصرة في معهد الدوحة للدراسات العليا، شكرا لمشاركتك معنا في هذه الحلقة. شكرا جزيلا. والشكر لكم أعزائي المشاهدين، نلتقي بإذن الله في حلقة جديدة وقراءة ثانية.